إذا نرجع إلى هذه الحلقة من برنامج وحش الشاشة، هذا الحوار الشيق مع الأستاذ حسن الغضباني ومع ضيوفنا. نذكر أن ضيفنا هو الأستاذ حسن الغضباني المحامي المعروف، وأيضا الأستاذ اسكندر الرقيق وسي حاتم بولابيار، ومعنا المحلل محلل القناة المحلل الكبير الأستاذ لطفي العماري. إذا نكملوا معك الحوار الشيق قبل ما يولي النقاش جماعي. أنت تتهرب ولكن أنا زادة مازلت في جرد. قاعد نركز شوية على علاقتك بالشيخ راشد الغنوشي اللي هي علاقة غريبة نوعا ما ومنقطعة منذ سنوات. فيش. علاش؟ هذا هو السؤال، علاش ما تتقابلوش؟ علاش ما تتكلموش؟ علاش ما تكلموش لا في المناسبات لا في الأعياد؟ علاش ما فماش تواصل ما بيناتكم؟ هو مشغول، همومه برشا. مشغول كان عليك انت؟ هاك ترى توا رئيس مجلس النواب ورئيس اكبر حزب في البلاد. وعلاش تتهرب انت؟ عمري ما تهربت. فاش تهربت؟ علاش ما تتكلموش؟ انا دعيت ولم البي. وعلاش ما تتكلموش انت؟ ما تحكيش معاه. علاش تشغل فيه؟ علاش؟ المشغول لا يشغل كما يقولوا الفقهاء. علاش متحير سمير انت على علاقه هذه؟ لا خاطر نعرف قصه، فما قصه نعرفها انا. ما نحبش، لا ما نحبش تعصف عليه. الاستاذ نقدره، نحبه هو يحكي. تو مش ترسيلي نعاود في كلمه في كل قاطع الفازي تتجبد فيه المساله هذه نقولها. نقول لك هالموضوع اللي انت تحب مره تحب تتكلم فيه وما تحبش تتكلم فيه. بالنسبه لي استجمعت مؤيداته ووثائقه واوراقه ووقائعه وحيثياته واستودعته عند رب العالمين. عندما لا تضيع لدي الودائع سيفتح يوم القيامه، وعندها تنشوف شكون الحق وشكون على باطل، وانا مسبقا عارف روحي رابح. وين مش تقابلوا؟ تأكد في الجنة ولا في النار؟ كلنا مش تقابلوا. ربي قال في سورة البروج وشاهد ومشهود كلنا سنرى سنرى ونرى. نحكي قبل الدخول في البرغاتوري. كيف زعما من بعد كيفاش باش تسوي لافكتاسيون؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف بينا. ان شاء الله ان شاء الله يلطف بينا الكل. ان شاء الله ربي يلطف بينا. على كل دائما اردد قوله تعالى خاطر على حسب ما تحكي من بكري وكانكم ماكمش باش تلتقيوا فرد بلاصه. لا هذا موضوع اخر، هذا في الغيبيات سي لطفي، ما ندخلوش في الامور الغيبيه، هذه لا يعلمها الا الله. انا دائما في هذا الامر نقول ايات الزمر، انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. سنختصم هناك. انا والله ماذا بين عندكم خصومه ما بيناتكم؟ فما حاجه؟ والله انا قلت لك الملف عديتي الملف عند ربي. فهمنا اللي الشيخ راشد غلط في حقك في وقت من الاوقات، مسامحه. الموضوع عند ربي. غلطه كبيره. الموضوع عند ربي. شنو هي الغلطه؟ ما مش هذا موضوعي، ما تستدرجنيش لاني لا استدرج. مجروح جرح مزمن. لا استدرج مجروح جرح مزمن. تحب نقول كلمة؟ لو كان جائزا تقوم عدالة انتقالية في تونس لإنصاف شخص من الشعب التونسي، تقوم فقط من أجل حسن الغضباني لإنصافه. أمانة أثرت إنصاف الآخرة. من ظلم شكون؟ ما نعرفش توا، مانيش مش نتكلم في الموضوع، نتعداو. قلت سابقا أن النهضة شخص وقاعدة فقط، علاش ما اعترفتش بالمؤسسات؟ مجلس الشورى اللي كان فيه سي حاتم، المكتب التنفيذي، ثم مؤسسات في حركه النهضه، علاش قلت النهضه هي شخص وقاعده فقط؟ الازمه الاخيره اللي موجوده عند حركه النهضه، عند حركه النهضه على مسلت المؤتمر ومسلت مركز رئيس الحركه، الدولة اللي كانوا عندهم ازمه عقائديه. أزمة عقائدية؟ أزمة عقائدية. شو سيدنا إبراهيم وقت اللي ناقش قومه في الأخر قال لهم فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يجاوب ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يشوفوا لأنهم لبسوا إيمانهم بظلم وإلا لا؟ لأنه معنى لا إله إلا الله ألا تقتنع أن هناك كبير غير ربي، أن هناك منعم غير ربي، أن هناك فاعل غير الله. يبدو أنهم يرون أن هناك مانع منعم مع الله. كيفاش؟ لا خليه يتكلم، خليه يكمل. قال لي الجماعة اللي يحبوا راك تحكي على حزب مش على تنظيم.
كي توا معناها هذا حزب مدني نورمالمون تصير فيه صراعات على السلطه وعلى المراكز وعلى المناصب وعلى المسؤوليات عادي. انت دخلته في 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 حاجه اخرى توا. شوف اللي يعتقد حزب راه اللي يعتقد انه خير الناس وسعاده الناس متوقفه على بشر هذوما عندهم مشكله في لا اله الا الله. واضح بالقوه هذه مش متوقف على شيخ راشد والحسم هذا. ربي قال وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. بالله العظيم اللي انت تحكي عندك ساعه تحكي على الشيخ راشد الغنوش وما تحبش تسميه وما تحبش تمشي ديريكت تو انت تقصد فيه الشيخ راشد. انا نوصف الواقع اللي هو رايج الان في الاعلام كان جبته من عندي من نعرفه انا. يا خليني واصل لا خليني واصل مش مهمكش خليني واصلوا عاد خليني واصل بعد كي يرجع لمجلس الشورى. نعم بعد كي يرجع لمجلس الشورى هو كي يرجع بالحديث لمجلس الشورى تناقشوه عاد تو انت مش تناقشوا مع سي حسن في هذا في النقطه هذيا. وسامحني سي حسن غير مش مقبول الكل لانه عندك ساعه تحكي على الراجل. وين الراجل هذاك راجل غنوشي مانيش نحكي عليه. اسمعني انت ليه خلي اسمعك اسمعني اسمعني سي حسن هنقول لك حاجه. انت ذو اللي قعدت في الجامعه الاسلاميه وراجل غنوشي عمل الانتقال نتاعو الفكري ما عمره ما حكاه معنا باللغه هذه بالمفردات الدينيه. انا يعرف سي سمير انا ترشقت الباب في النهضه بمعركه سياسيه مع الاستاذ راجل غنوشي. عمري خص مي عمري ما نجي نحكي نقول عندي فحرثه ورثه معاه ونخلي في الغيب وخلي الناس تفهم تو عند ربي. لا صراحه ما نحبش برجلي انا توا باش ندافع على الاستاذ راجل غنوشي. فخينا جبدتو خليه سي حسن توانسه راهو ذكيين يفهموا ما جبدتوش. لا نورمالمون كي ما جبدتوش سمير كي يقول راجل غنوشي يقول لا لا اقصد راجل غنوشي. لا انت تسكت فهمين راهو سي حسن كنا ذكيين. انا ما جبدتوش سي حسن كنا ذكيين. اسالني اسئله سمير سي حسن انا مش ندافع على الراجل. الراجل مش ندافع عليه مانيش ما يا اخي نهتم فيه. سي حسن قول له لا دافع عليه دافع عليه عنده دافع عليه يتهمه هو مش هنا مش عندي انا هو مش هنا مانيش نجبد فيه انا رجله. لا نجبد ولا قل سي سمير لا اقصد الشيخ راجل غنوشي قول مش دوري هذا فوالا. دونك انت تخلي بين البنين والتوانسه يفهموا. انا هنا خندافع عليه. انا ما يعنينيش دفاعك عليه. ما يسالش ما يعنيكش ما يعنينيش دفاعك عليه. مش قضيتي انا. انا عندي حق نتكلم. انت هذه قضيتي مش قضيتي ولا ماهيش قضيتي ماهيش قضيتي. لا قضيتي انا ماهيش موضوعي. قضيتي انا ما يعنيش موضوعي. عندي حق نتكلم. ما عندكش حق باش تواجهني انا. تواجه مع سي سمير. سي سمير كلم سمير هاكا سمير. سي سمير الاستاذ راشد الغنوشي جبد تو عنده ساعه ولا 45 دقيقه بالغي معناها انت تقول له انت تقصد في الاستاذ هو يسكت. ايوه انت سكوت عند رضا. انا والاستاذ راشد الغنوشي انا استقلت من حركه النهضه. لا يقول لي كلمه خايبه قلتها فيه ترى جست ما تقولش اعطيني كلمه خايبه. تقابلوا عند ربي اذا اسكت. اذا اسكت انا نسكت. انا جبت انا قلت كلمه خايبه انت تقابلوا عند ربي. انا وين سمير وين وياك سمير قلبني في فلوس وانا وياك مش تقابلوا عند ربي. اش معناتها وانا وياك مش تقابلوا كلنا مش نتقابلوا. ما نقول ما نقولهاش انا في الاستوديو ما نقولهاش. علاش ما نقولهاش؟ نجم نكلم سمير. علاش ما نقولهاش؟ هو حر سي حسن حر باش يقول علاش ما نقولهاش؟ مزاجي لا لا لانك داخل في موضوع ماهيش قضيتي سي حسن. ماهيش قضيتي ما تقوليش سي حسن في موضوع مش موضوعي وما جبدتوش. بلا انت لا تقصد الاستاذ راشد الغنوشي. امر يخصني انا نقصد سي سمير. نجم ناخذ كلمه ولا تقعد تستنطقني؟ خليك قول كلمه سي حسن خليك قول كلمه. لا لا لانه جاي يدافع على شعر الانسان. انا ما جبدتوش انا شتمته قلت فيه كلمه خايبه. لا جمله شنو قلت فيه قبل النواهي عند ربي. باهي سي سمير. لا كيفاش تو كلام اللي باش تقابل انت وياه عند ربي ماهوش وانا وياك زاد نتقابلوا عند ربي بيان سور. اما مش كيف كيف المقابله الكل مش تقابلوا. اي واضح سي سمير وشاهد ومشهود. نجم تكلم سي حسن تفضل. ربي يحسن العاقبه. دقيقه تفضل. باهي لا مش دقيقه مش نعطي الكلمه انت سيد عدينا النقطه الاولى. الاستاذ راشد الغنوشي عنده عيوبه كالناس الكل وعنده محاسن محاسن. انا كي نسمع سي حسن انا ما نعرفهاش عيوب. انا ما نعرفش عيوبه. انا نتكلم انا احكي لي على عيوبه. اسمعني نتكلم. انا ما نعرفهاش. اسمعني لا لا اعطيني عيوبه. مش نتكلم سي حسن. لا لا اعطيني عيوبه. باهي اسمعني سي حسن انا لوجيسيال جديد نقول الحوايج نسميهم ما نخاف من حد نخاف كان من المولى. قال لك عيوب شنو؟ مش نقول لك انا نتكلم هاك تحكي. هو خايف سي حسن خايف شكون يمشي يحاطب شي خرج الغنوش يا حاطب نقول كلمه. اسمعني اسمعني باهي قص عليك. الكلمه الصناعتي الكلمه الصناعتي والارقام صناعتي. باهي اسمعني الكلمه الصناعتي قلت لك مش انت برا ما قلت حتى شيء. انا عندك مونوبول قلت فيك المخايب. قلت فيك المخايب. انت
بال يا اخي تحب انت تتكلم على لساني؟ عندي الحق انا رجل. ما اعطيني عيوب. باهي اسمع. ما انا شادك شكون؟ شادك بالكلمه. شكون عيوب شكون؟ اعطيني عيوب راس الغنوش. باهي الحمد لله. هاني سميت. انا نطقته قال راس الغنوش. لا علاش؟ باهي سي احسن نحن الشباب لوجيستيل الجديد. كي يبدا عندي مشكله سمير شباب. لا انت شباب. عندي مشكله 50 سنه. ليه سامحني نسمعك انت سي احسن عندك انت محامي مقتدر وبارك الله وتبارك الله عليك. اما صراحه في السياسه مش هكا مقدموا البلاد كيما قلت لك الشباب انا مش من طرف فيها إيه انا باهي فوالا دونك خليك الدعوه برا قدم بها البلاد قدام اذا قعدت 40 في مجلس الشورى باش اضفت للبلاد اضفت برشا للبلاد تحب نقول لك اضفت البلاد اعطيني ساعه عيوب راس الغنوش لا لا شو عيوب راس الغنوش نقول لك خلينا نبداو بالمحاسن قبل راجل مش هنا نبداو بالمحاسن بالعكس بالعكس حسن الدفاع لا نبدا بالسيئات مانيش محامي ثم تنتهي الحسنات باش تخلي صوره باهيه خلي ياخذ دقيقه برب الاستاذ راجل الغنوشي كيما اي رجل سياسه عنده محاسن وعنده عيوب تيه سمعناه في الاخر كيفاه كيفاه التوانسه كيفاه يقروا الحزب الدستوري الحر قعد من 34 64 30 سنه نجموا المؤرخين اليوم تجمع يقيموا دستوري. لا قبل تجمع الحزب الدستوري الحر ثم من 64 88 الحزب الاشتراكي الدستوري قعد كيف كيف 24 سنه التجمع قد 23 سنة تو النهضة خلينا نقولوا قد 23 سنة اسمعني إذا اليوم كيف نقيموه؟ ما يهمنيش يعمل في عائلته حاجة نقيموه شنو أضاف للتوانسة؟ أضاف للتوانسة في 13 خلينا نقولها لك أنا وياك لأنه في 13 كل لقاء مع الأستاذ في باريس هذاك أضاف تو اقتصاديا نجم نقول لك أنا شغل صار بينات لم يضف لأنه الراجل كيف كيفك ما تفهموش في الاقتصاد ما تفهموش مشاكل التوانسة اليوم مشاكل التوانسة لا يعرفوا دينهم بالكدا اليوم في الانترنت فما تبارك الله موسوعات دونك شي يحبوا التوانسه والشباب شكون نجم يعطيهم شغل اليوم في التريمستر الثاني تونس خسرت 160 الف موطن شغل واش دخل هذا في الشيخ راشد هذا المهم ماك دخلت باش تدافع على الشيخ راشد يعني دافعت عليه انت النقطه الوحيده اللي الشيخ راشد اللي هو اتفاق باريس وتقصد بالتوافق هي. راشد الغنوشي انقلب على الباجي قايد سبسي من بعد شويه وقرر وكنت انا نتعامل معاه باش تحتمي به كملاكم يعني الباجي قايد سبسي خلينا مازالوا دارجين مع سبسي الباجي تصرف كرجل دوله وراجل الغنوشي تصرف كزعيم جماعه باهي مش هذا النقاش يا سي لطفي بالله ما تهزنيش ما تمشيش في جرته هو اعطى رايه ويمشي يجاوب سبسي ويولي التوافق معناها على طريقه راجل الغنوشي حاجه ايجابيه انا بالعكس باش نتمسك بالسؤال تاع الاستاذ ونقول لك اخويا خير الناس ومن اهدى الي عيوبي ها تعطينا عيوب الشيخ لا قلتهم له قلتهم شكون قال ما يفهمش الشيخ هذا نعطيك مثال يا سي حاتم لا 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 بعد باش نسالك بعد باش نسالك سي حسن في 2017 جاني الشيخ راجل الغنوشي قال لي هل ممكن يا سي حاتم يعيشك فما بلاتو عايش خويا خلينا نكملوا مع سي حسن سي حسن انت نصحت الشيخ عبد الفتاح مورو ربي يشفيه نتمنى له الشفاء نستغلوا الفرصه هذه ربي يشفيه خاطر مريض شويه ان شاء الله يرجع لنا كالعاده بالنشاط نتاعو نصحت الشيخ عبد الفتاح مورو بعد الثوره باعتزال السياسه والتفرغ للدعوه واصريت عليه والحيت وكبشت فيه وقلت له ابعد على السياسه وتفرغ للدعوه علاش اللي أنا وابعد على حركه النهضه واخرج منها لاني انا اعتقد وما ترجع لهاش لاني انا اعتقد انه الدعوه محتاجه لشخص كيف عبد الفتاح مور والسياسه مش محتاجه لشخص ما تحتاجلوش بالعكس ما يفادش في حتى شيء في السياسه علاش؟ بالعكس هو انا وياه مقصرين في جانب الدعوه وديما نقولها صراحه مقصرين وربي مش حاسبنا لانه هو بالدعوه ينجم ينفع وبالدعوة ينجم يعمل المصالحة اللي نقول عليها. اي ما ينجمش ينفع في السياسة. مع الله وكتابه ورسوله. ما ينفعش في السياسة. في حركة النهضة كان نائب الرئيس. يضربوا فيه بالحجر في حركة النهضة شنو؟ يقول لك فيه صحيح. وهو بيدو ما يوصلش. وسف هو على الم... على على المن... المنصة. علاش؟ اسألوا هو. علاش حسب رأيك؟ في الانتخابات الرئاسية. علاش حسب رأيك؟ بالله تو ترشح نتاع عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية. هذاك ترشح رجولي هذاك. شنو رجولي قلت لك اش معناها رجولي ما فهمتش معناها وقفوا معاه وقفة الرجال ما نعرفش كي اطاحوا بيه اطاحوا بيه شو ثم مسائل يظهر لي خلي في مره اخرى في حلقه صحيح. اخرى نتحدثوا بعمق التنظيمات هذه اللي تقوم على 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 شخص ما تقبلش اصحاب الوجاهه راهو لان اصحاب الوجاهه ياخذوا من الزعامه المدعات
وبالتالي يقع استبعاد كل ذي وجهة، كل ذي وجهة، وكل إنسان يشتم منه أنه عنده اللي كان نسموه احنا بالدرجة القبول كاريزما. ولذا كل واحد يبدأ عنده تنظيم حزبي هوبلي سميه أنا، ولكن الشيخ ما موجود في منصب رفيع لا يحيط نفسه إلا بل ما ينجمش يمس مقام الزعامة، يكون عنده وضعية محدودة. باهي لا معناها بلغة أخرى، يبدا مثلا ديفيزيون الاولى في الكوره، الشيخ عبد الفتاح مورو مع الرابعه والخامسه، الشيخ عبد الفتاح مورو خذا نائب رئيس في حركه النهضه، خذا رئيس مجلس النواب باسم حركه النهضه، ترشح لمجلس النواب ونجح باسم حركه النهضه، شنو يحب ياخذ؟ كان نبدا نفدلك انا وياه، نقول له مرحبا بالنائب الاول، يقول لي النائب روحي. شنو هي النائب الاول هذيا؟ شنو هي النائب الاول ولا عاد؟ أيوة بعد ولا رئيس مجلس النواب؟ كلها ما عندها حتى معنى. الان المقولات اللي الان نقول فيه بالاشاره، يقول فيه عبد اللطيف المكي بالتفصيل، يقول فيه شو اسمه السي عبد الحميد الجلاصي بالتفصيل، يقول فيه محمد بن سالم بالتفصيل، يقول فيه لطفي الزيتون بالتفصيل، زبير الشودي وغيره. وان كان هذا انا ما يعنينيش، لانه حزب ما عنديش. سي اسكندر لا ما تكلمش عن انا الحقيقه يعني بدايه الحوار كان ممتاز، واحد دخلنا تو في قضيه محاكمه اشخاص ومحاكمه افراد. انا بحكم حد. لا مش انت حتى سمير عبر التلميحات والمداخلات. الحقيقة أنا يمني اسكندر ما ترميش تهم وتتعدى. لا ما تعصبش علي، خلني في محاكمة. خليني ما أنت تعصبت علي. خليني أنا دوري نسأل. أنا حر. نسأل وأنا حر. لا طريقة سؤالك سمير، طريقة سؤالك نعرفوها، وعود وكعرر وراشد الغنوشي وراشد الغنوشي شنو المشكل؟ ممنوع؟ لا أنا مش ممنوع. أنت حر. أنت حر وأنا حر. خليني نتكلم. أنت استدعيتني بعض التصريحات. أنت استدعيتني باش نتكلم. وأنا نجاوب. أنا نحب نحكي نناقش ضيفك الكريم على الباركور نتاعو. والكلام اللي قالوا اني شاطروا فيه الراي في قضيه انه اليوم سي عبد الفتاح مورو كان ممكن ينفع تونس وينفع المجتمع في انه يكون يهتم بالدعوه افضل، وانه الخيارات السياسيه ربما اضر به واضر به حتى حركه النهضه كحزب، يعني معناها بالنسبه لي هو اليوم انا نتمنى انه هو وعبد الفتاح مورو اليوم يرجعوا للمنابر. عندنا حديث في هذا، يخدموا في المنابر. انا اليوم عندنا حديث عن عبد الفتاح في الموضوع هذا تجديد الخطاب الديني والإسلام الوسطي اللي نحكيوا عليه، الإسلام الزيتوني معتدل. والمعتدل وكذا. اليوم ما أحوجنا إلى حكماء عقلاء من أمثال سيدي حسن ومن أمثال سيدي عبد الفتاح مورو باش يرجعوا ياخذوا المنابر اليوم عليها أئمة تمشي للخطبة الجمعة تسمع كلام ما يعني حد شيء، لا يدغدغك في قلبك، لا يأثر على إيمانك، تسمع شتائم ساعات وتسمع أشياء غريبة عجيبة. أنا أتمنى أنه ونحيي فيه معناها ما فعله، وهو يعتبر مجدد في هذا المجتمع التونسي، مجدد للدين وابناء الميدة كما قال، وما أحوجنا إلى ناس كيف اليوم يطلعوا وتطلع عبر جمعيات معناها تبشر بالإسلام السمح والإسلام المعتدل والإسلام اللي قاعدين نشوهوا فيه سواء عن قصد أو عن غير قصد، ونوصموا فيه بالإرهاب وأنه يفرخ في الإرهاب وأنه كذا. هذا اليوم الخطاب اللي نتمناه، أنه نجمع التونسيين. احنا كنا مسلمين صحيح، وماذا بينا نكونوا مسلمين أحسن، غدوة نكونوا أحسن، وبعد غدوة نكونوا أحسن، ونرتقي إلى الله كما قال في عبادتنا وفي إيماننا وفي إيمانياتنا، لأن هذا ينعكس على سلوكنا وينعكس على أعمالنا، ينعكس على إخلاصنا في العمل، ينعكس على ضميرنا في العمل إلى آخره. سي اسكندر بعد إذنك خلينا نكمل نسأل سي حسن، شنو رأيك سي حسن؟ فما حاجة معناها يعني الناس حكاوا عليها شوية، وكل مرة تعاود تتجبد، نحبوا نعرفوا رأيك فيها. شنو رأيك في دفن الرئيس السابق الراحل زين عبدي بن علي الله يرحمه في الأماكن المقدسة في البقيع، حيث تمنى وأراد والبعض يشوفها حاجة معناتها كبيرة ياسر أنه تدفن غادي في مكان مقدس، أمنية برشا ناس معناها من ناحية الدين. لا ما عناش المعنى هذا. نعم؟ ما عناش المعنى هذا. كيفاش؟ وما تدري نفسهم بأي أرض تموت في القرآن. معنيش المعنى هذا انه ثم افضليه، فرق انه ثم افضليه اذا تدفن في البقيع حيث الرسول وحيث الصحابه وحيث ما ثمش. كل انسان وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وان الى ربك المنتهى. ما ثمش المعنى هذا بالكل. وعلى كل انا من انصار، اذا كان عائلته راغبه انه تستجرب لتونس
انا من النصارى نلتف في تونس. شوف الارض ارض الله، ومفهم منافقين كانوا أئمة النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مدفونين في البقيع وصلوا عليهم المسلمين وهم منافقين. سي حسن، بعد الثورة وليت صديق شخصي للسيد محمد علي الجنزوعي، ربي يشفيه ربي يطول في عمره. ديما انت شاد فيها هذه. اي وليت صديق شخصي ليه. وقت اللي تكون انت صديق واحد صديق الجنزوعي بيان سير نشد فيه، لانه السيد محمد صديق من قبل، من قبل الثورة، من قبل. من قبل الثورة، من قبل كنت صديق النظام. ثم مرات يقفون كنت في الدولة وكان يجيني ثم مرة تدخل معنا باش يهزوني، عندي مشكلة نتاع كلاوي يهزوني للكلينيك ملي هو مدير أمن كاتب دولة الأمن. ومدير أمن ملي هو مدير أمن وكاتب دولة الأمن في عهد بن علي. اي معناها نعرفه من مرات اللي قافلت وقفت في أمن الدولة، وبعد وليت محاميه بعد الثورة، ومحامي سي عبد الله القلال محاميه، وحملت على نيابته. ومحامي سي رضا قرير انت زاد. اي وسي عبد اللطيف المكي في بلاستك الحلقه اللي فاتت قال انه سي رضا قريره وقت اللي قلنا له سي رضا قريره خرج مريض من السجن بالسرطان ربي يشفيه، قال لا ماهوش مريض مش صحيح واختلقها، وهي وكان وهمي المرض. انا كي كنت نزوره في السجن كان يتعاطى ادويه تدل على كونه مريض، وكان ياخذها باذن الطبيب. ما كان مريض بالسرطان. مانيش طبيب، انا مانيش طبيب باش نقول مش مريض. الجيلاني الدبوسي قالوا مش مريض يا اخي، تقريبا مات في الحبس. سالناه عليه. اما انا وقت اللي موجود وقت اللي في السجن زرته عديد المرات. بما انك صديق سي محمد علي الجنزوعي اكيد انت زاد الصندوق الاسود خذيت منه برشا اسرار ومعلومات. انا نتصور اللي سي محمد علي لازم يكتب كتاب. يعرف برشا حاجات. كل شيء يعرفه. خاصة الوجوه الثورية. الثورة اي. الوجوه الثورية نحبوه والله يحكي عليهم. حدثنا عليهم. حدثك عليهم؟ حدثنا الكثير منهم من غير أسامي. شنية القصص؟ اي معناها ثوريين، معناها وقت اللي كان النظام الآخر كانوا معناها أحبابهم وياه، ويدوروا في خدمات ويدوروا في خدمات استخبارية واختراقية برشا منهم معروفين توا. برشا توا موجودين وزعماء كبار هكا. كان في التلفزة الأعصاب ما عدت تقف تيبس. كانوا يصبوا بزملائهم؟ قلت لك كانوا عندهم خدمات انتفاعية واستخباراتية ومعلوماتية. وبعد الثورة اللي هم مناضلين. مناضلين كبار. كيفاش صار صراع على وزارة الداخلية وخاصة على شيء وزارة الداخلية؟ مناضلين كبار. فيهم أسامي كبيرة زعماء. ثم. سي محمد علي قال كانوا كلهم يتعاونوا معنا. نتمنى بكلهم هذوكم اللي يسموهم الأزلام معناها تزيدا معناها كانوا يستفيدوا من خبراتهم ومما تحويه صناديقهم السوداء. كيف زاد على السرياطي زاد. اما اكثر حاجه صدمتك قالها لك سي علي محمد علي من غير اسامي. قالها لك سي محمد علي الجنزوعي على شخص ولا على شخصيه؟ شنو حكى لي؟ لواحد مات الله يرحمه. وين؟ كاو ايش عمل ذا اللي مات؟ الثورة ثاير بعد الثورة قبل الثورة كان ثاير زادة في اتجاه معاكس. الله يرحمه. الله يرحمه. عرفته انت؟ ما عرفتوش. الله يرحمه. مشكلة اللي قاعد وحياه زادة. احنا حاجتنا بالاحياء اخر موتاتهم. على كل الاحياء ماذا بينا بالنسبة للاموات. انا وقت اللي توا مات بن علي ما عادش عندي كلمة سوء نقولها فيه. وما عادش نوصف بسوء الحدوثة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مشال الحساب. انت حكيت لنا على واحد مات مش انا اخترته. انت اخترت يعني واحد. انت قلت لي ثم قلت من غير ما نسميه. اي والاحياء برشا كيما شكون؟ لا ما نسميش. انا مانيش مصدر سوء بالنسبه لا للناس. احكينا عن الفعل مش انا مانيش مصدر سوء بالنسبه مش للناس. الشخص مش الاسم الفعل. هاني قلت لك كانوا معناها واحد قصه نتاع واحد لا للعبره. لا للعبره. لا ما نحبش ندخل. ما تسميليش. لا ما ندخلش من المساله هذه. كانوا يتعاونوا مع الداخليه. استدعوا سي عبد السي محمد الجنزوعي. ما يجيش. وهو اهل للحوار. كان تجيبهن بارك الله فيك. نسعى معاه والله نسعى. ما يجيش. نجي معاه اذا كان يقبل نجي معاه. قلت هالي عندك 10 سنين. اي تو نسعى معاه. نحترموا رغبته انه يبعد على الاضواء. وتوا ولات معناها الانتقام والتشفي والواحد عنده حق انه يختفي وما يتكلمش. لا ربما الاستاذ ينجم هو اللي يتولي كتابه المذكرات. علاش لا؟ تحت وانت نعرفوك انسان تبارك الله قليل ما سيات.
هل تكون شهادة لتاريخ البلاد؟ هل تبرأ وتبرأ الموكل نتاعك الآخر سي عبد الله القلال من التعذيب المتهومين به؟ كوقائع نبرأ كوقائع في الملفة كوقائع في الملف. أنا نتكلم دائما في حدود الملفات. سي عبد الله القلال ما مارسش تعذيب؟ ما مارسش، ما ثم حتى واحد أثبت إسنادا مباشرا ولا جاب الواسطة التي تسند إليه. موافق السيسكاري؟ أنا أسمعني، أنا نتكلم كمحامي راهو. نتكلم كمحامي من ما يجول عند الناس ما يعنينيش. تعنيني أوراق الملف. واضح. والجرائم التعذيب عادة تصعب إثباته خاصة لدى من هو صاحب قرار يعني. لكن أنا أرى أن الصفحة اللي يجب أن نطويها. واضح. وأنه نفتح صفحة جديدة لأجل بلادنا. عندك حق. عندك حق. بالتالي أنا أرى أنه بسرعة عندي كيلكو كيستيون وبعد باش يولي الحوار جماعي. أستاذ الأئمة هذوما النجوم، ما يسمى بالأئمة النجوم، نسمعوهم ديما يعطيو رأيهم، يأثروا في الناس في مجلس النواب وغير مجلس النواب، كيما سي بشير بحسن، كيما سي رضا، كيما سي جوادي، رضا الجوادي هكا ولا سي اسكندر، كيما سي نور الدين الخادمي، هذوما المؤثرين شنو رأيك فيهم؟ والله ما عنديش عليهم ما أخذ. تعرفوا سي بشير بحسن؟ نعرفه يعني نتبعهم. اي شنو رايك في اللي يقول فيه في حدود في حدود ما يروجون. أي. ما عنديش عليه ماخذ علمي، ما عنديش عليه ماخذ علمي. يعني كي نقرا سي الخادمي ولا سي الجوادي، انا يهمني انه ما يكونش مخالف لما جاء محكما في الاسلام في حدود معاني اللغه العربيه، سواء متعلق بالقرآن أو بالسنة. فيما عدا هذا ما عنديش موقف آخر، ما يعنينيش. ما يعنيك؟ هذوما معناها رجال دين يشتغلوا في نفس الوقت بالسياسة. لا أمر يخصهم، الجانب هذاك من اللي قلت لك بعيد عليه أنا. بالله لحظة، كيفاش يشتغلوا في السياسة؟ واحد بشير بالحسن كيفاش يشتغل في السياسة؟ يشتغل في السياسة. لحظة يشتغل في السياسة. قريب من حزب وكذا. لحظة لا ديريكت مع. لا ما تغلطش. ما تغلطش. هذيك حاجة. ما تغلطش. ما تغلطش. ما كانش وزير شؤون دينية. شوف شوف. رضا الجوادي مش عالم. لا بس ما مش. رضا الجوادي فما فصل. رضا الجوادي كان إمام كيما الأستاذ كان إمام كيما عبد الفتاح مورو كان إمام. في جامعة وصار يعني اللي إذا شد إمام يحرم عليه السياسة. محمد العفاس دكتور من ائتلاف الكرامة كان إمام في جامعة الكبيرة في صفاقس، طبيب دكتور طبيب وما شاء الله حافظ 60 حزب وعنده من الفقه والعلم الشرعي ما يخول له أنه يطلع على المنبر ويخطب الجمعة. اختب في فترة من الفترات ثم تم عزله وترشح اليوم للبرلمان. طبيب دكتور سكندر. إمام ونائب في مجلس النواب بعد ما تعرفك نجي نشوف بشير بن حسن. بشير بن حسن ولاو يشتغل نحن نقولوا سي نبيل القروي ما تكلموش مع بعض. بشير بشير بن حسن في فرنسا. لا ما تكلموش مع بعضكم. بشير بن حسن في فرنسا إمام في جامع عنده صفحة في الفيسبوك. سلطف ما فهم حتى مشكلة. رضا الجوادي كيف كيف سلطف. أنا نعطي الكلمة مش هو يتنزل عليه. الأستاذ خاطر الأستاذ أعطاه رأيه في اللي يتعاطى في العمل الدعوي وفي العمل السياسي. باش نجاوب نجاوبوا أنهم هذوما اللي صعدوا للسياسة باسم الدين وأول ما يجيهم إغراء السياسة يتخلوا على منصبهم كأئمة. يعني السياسة ومغانم السياسة هي اللي تنسيهم في صفتهم الحقيقية كأئمة معناها في الجوامع. أنا مريتش إمام جامع ولا داعية في تونس سيب المنصب السياسي نتاعو ومشى يمارس في الدعوة. دونك تبقى ديما الدين مطية لممارسة السياسة وليس العكس. تفضل سي. أنا كنت أسمع سي اسكندر نوسعوا بالنا، نحب الكويرانس، انسجام استحقاق. نتذكر في 2019 حكاية القانون وسمعتك وقريتلك تحكي على نبيل القروي وكيف استغل انت حزمة تحكي الجمعية متاعه وقلت هذا ما يجيش والقناة اي والقناة وقلت هذا ما يجيش الجمعية والقناة به قناة القرآن شارك فيها غلط على طول غلط به متفهمي حتى الان متفهمي. شو نكملوا في الانسجام جوسكو بو
انا امام جامع فرضا ويجوني الناس، علاه يجوني الناس؟ مش تعمل السياسه، يجوني الناس حبوا يسمعوا القران. اسمعني ومن بعد نقلب دقيق نستغل الشعبيه هذيك، نستغل الشعبيه هذيك، نستغل المنبر هذاك اللي تحكي على حفيظ. باش نوصل لل خلينا نكمل عاد. الف واحد سي اسكندر، يا سي اسكندر، يا سي اسكندر، لا انت كوهيرون، كون كوهيرون، كون كوهيرون. اني كوهيرون سي اسكندر، والله انت اللي تقص علي ما يقلقنيش. تفضل جيب شو نقول لك، راه تقص علي. انت تقارن قناه التلفزيون وجمعيه خيريه بواحد يخطب في 1000 بشر في مره في الجمعه. يا سي حاتم خلينا نشوف، هل يستوي الفكره نتاعي؟ هل يستوي سي اسكندر؟ يستوي لانه زوز يوصلوا للبرلمان، والبرلمان كل مقعد يساوي واحد الا 217 سلطه. وانا وياك نعرفوا شنو يصير فيك السلطه هذيك. واضح. والدوسي اذا لازم نكونوا كويرون جوسكو بو. اما يا خويا اجا من الاول قول انا نحب نعمل سياسه. ولا اذا كان كما قال توا مريناش نحن سياسي ولا امام جامع. ما شفناش اسمعني انا راه ما عنديش مشكله. اسمعني ما شفناش اعلاميين تو سمير الوافي غدو الحي كي يحب يترشح المنصب ولا 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 نحكي ديريكت ولا 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 سي لطفي كي يحب غدو الحي او عنده شهر. اعلامي كي رجل دين. علاش؟ علاش الدين؟ هك انت على راسك ريشه؟ لا لا مالنا شنو؟ مالنا شنو؟ انا طارح روحه كرجل دين. لا انت وانت 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 طارح وانت طارح روحك كاعلامي. مفروض ما تكلمش مع بعضك مفروض ما يضعفش قدام ما تكلمش مع بعضك ما يبيعش منصبه وقيمته اللي هو ذر روحه ليها اللي هي الدعوة. حلال عليك حرام عليه، حلال عليك حرام عليه. مش معقول هذا الكلام، هذا الكلام بمكيالين، هذه حرية. حرية خلي يتكلم يا سكندر، فما اعلاميين في فرنسا، خلي يتكلم في فرنسا، اعلاميين في فرنسا، فرنسا ما عندهمش سياسي سياسي اللي قاعد يدمر في البلاد لهنا. لا لا غدو حي قسيس في كنيسه، انا نجيب لك قسيسين في كنيسه في الغرب في امريكا، قسيسين وبباصات كبار وصلوا الى مرحله كبرى ومشاو ترشحوا حتى للرئاسه. ترشحوا يحترموا مبادئ الجمهوريه الفرنساويه. شكون قال لك؟ لا 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 شكون قال لك؟ لا لا يترشحوا باش يغيروا المبادئ وينقلبوا على الدوله المدنيه. محمد العفاس ما يحترمش هذا اللي صاير. دخلت في البرلمان يكفر في الزمن. ما كفرش ما كفرش، قاعدين تقاولونا انتم تزينون الباطل بطريقتكم. ما كفر حتى شيء وما كفر حتى حد، لا محمد العفاس ولا رضا الجوادي ولا بشير بالحسن اللي اصلا استغربت انك جبدته. الراجل لبس عليه في فرنسا ما جبدتوش بالخايب. لا لا جبدته. سالت عليه الراجل ما يحكيش في السياسه، قلت له شو يا ولدي يتقل بكل حريه. قاعد تكذب قاعد تكذب انت البهتان قاعد تكذب يا ولدي عاودها. لا 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 يا سي اسكندر سي اسكندر قاعد تكذب يا سي اسكندر يا سي اسكندر يزي هذا الكلام. لا 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 هذا الكلام تقول لي لا لا تكذب تكذب على لا لا يا سي اسكندر يعيش يعيش يا راجل يحوس لباس عليه زيد حتى كل شيء. لا عاد يا سي اسكندر لا 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 ل